السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. مشاهدينا الكرام، بداية نرحب بحضراتكم وكذلك نرحب بضيفنا من المغرب العربي، معنا الشاعر المتميز الأستاذ محمد ياسين العشاب. حياك الله أستاذ محمد، وأهلا بك ضيفا فاضلا يشرفنا في بيت القصيد. حياك الله أستاذ مصطفى، كذلك يشرفني ويسعدني هذه الاستضافة، لا سيما وأنني لست في حضرة إعلامي فقط، ولكن في حضرة شاعر متميز رائد في ميدان القصيد. فتحية محبة وتقدير أستاذ مصطفى. وذات التحية إن لم يكن ضعفها لك أيضا أستاذ محمد على جميل استجابتك لهذه الاستضافة. محمد، في البداية لو تضعنا بقليل مما تحب أن يعرفه جمهورنا عنك من سيرتك الذاتية علما وأدبا وشعرا، لك الكلمة، تفضل. نعم أستاذ مصطفى، بالنسبة للشعر وهو بيت قصيدي، برنامج بيت القصيد، جاء مع اهتمامات أخرى وظروف أخرى. كانت بدايتي الشعرية مع اهتمامي بالكتابة وبالبحث العلمي وغير ذلك من الاهتمامات، إلا أن الشعر يظل قاسما مشتركا بين تلك الاهتمامات كلها. دراستي لا علاقة لها بالشعر، لأنني درست القانون وتخصصت تحديدا في الدراسات المعمقة في القانون الإداري، وأشتغل بإحدى الإدارات، وأظن بأن الشعر لا صلة له بميدان العمل أو بميدان التعلم، بل أظن بأن كبار الشعراء في العالم كانوا يمتهنون مهنا أخرى مخالفة للأدب. لا ينبغي فقط أن يكون الأديب أو الشاعر أستاذا للأدب العربي أو أستاذا للغة العربية، بل أظن أن إبداعه يكون أفضل وأشمل وأوسع عندما يكون اختصاصه غير اختصاص الأدب. وكذلك مارست الكتابة، ألفت بعض الكتب، يعني في ميدان التعليم، في ميدان الفكر الإسلامي، في ميدان العلوم الإدارية التي هي تخصصي الأكاديمي، مجال الفن كذلك، فأنا ملحن ومبدع في مجال الموسيقى الأندلسية، قد ألفت ميزانا جديدا في هذا الباب، وكذلك هو متوافق مع ميدان الشعر لأنني ألفت نصوصه الأدبية أيضا بين نصوص فصيحة ونصوص دارجة مغربية، ما يسمى بالبراويل أو الزجل، ونصوص تسمى تواشيح أندلسية على حدود وقياسة أخرى مخالفة لما هو معمول به في الخليل في الشعر العربي. وكذلك في ميدان في مجال القرآن الكريم، يعني أحفظ القرآن الكريم والتجويد والإقراء إلى غير ذلك. نعم، هذه بعض المجالات التي أشتغل بها. إذن أنت مبدع شامل ومتكامل، متعدد المواهب، ما شاء الله عليك يا أستاذ محمد. والشعر هو قاسمها المشترك جميعا. أحسنت. طب أستاذ محمد، الشعر وخدمة الرسالة السامية والهدف العالي، هذا هو موضوعنا لهذه الحلقة كما اتفقنا وإياكم. شعرنا الرائع محمد العشاب، يعني في البداية وقبل أن نتنسم العبق العذب من شعرك المميز، حبذا لو تخبرنا عن طريقتك ونهجك الرسالي في الشعر. نتحدث هنا عن الفحوى النصي، كيف تجيب؟ نعم، أظن بأن هذا كان هاجسا منذ بداياتي الأولى. نعم، يعني أول ديوان يعني كان مطبوع كان سنة 2001 أظن، جمعت فيه النصوص التي نظمتها بين سن 16 و20، وكنت ذكرت في مقدمتي بأن هذا في رسالي هو قول أبي تمام: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بناة العلا من أين تؤتى المكارم. وألححت على أن الشعر إذا لم تكن له رسالة ولم تكن له غاية ولم يكن من أجل البناء ومن أجل التوجيه فلا معنى له. هذا كان في البدايات، وما زلت إلى حد الآن مقتنعا بالأمر مع بعض التطور في الفكرة. فأنا أظن بأن الشعر هو مدارس، وينبغي لكل مدرسة أن تحترم أختها. أحسنت يا محمد. الآن نريد فاتحة شعرية لهذه الحلقة من الشعر الذي تحب، من الموشحات التي تفضل، من الأبيات التي ترغب بقراءتها،
ولك أن تبدأ بما تحب من الأبيات إلى أولى القصائد يا محمد، تفضل. نعم أستاذ مطر. حسنا، أقرأ لكم نصا أجعله فاتحة خير لهذه الحلقة. تفضل. هي تجربة روحية تأملية وجدانية عند أول معانقة لي للكعبة المشرفة ومشاهدة بيت الله الحرام. سميتها سفر على مدار الشوق. تفضل. سفر على مدار الشوق، نعم. أختار منها هذه الأبيات: أن يرددني ثناك إذا عفا، أن يرددني ثناك إذا عفا، ما زال حلمك في الغيوم وما صفا، ولكم رجوت الليل يسحب ظله ويصد أوزار الزمان فسوفا، الليل صمت خائف آويته وأسر لي معنى تردد وانطفى، سافرت في اسمك موقنا أن الندى سيحل مني كل نبض أو جفا. يا ربي يا ربي، نجوى أم شكات في الدجى، سياني روع أو أمان في الجفا، هذا الحنين غرقت في أحشائه ورمى بروحي موجه وتعسفا، فتشت عني بين أوجاع المدى بين الغيوب كأنني ظل عفا، ما بين أشتات الضمير وأحرف لو كنت منها ذات يوم أحرفا، والنفس ذرات لدي نثرتها في وجه هذا الأفق لما أسدفا، لا يشبع اليقطين مني غلة كلا، ولا يشفي شجيا مدنفا، جعلت له الآفاق نزلا والرؤى من كل منزلة خيالا مرهفا، مذ كان بطن الحوت فيها مسجدا وسنا سماويا عليه مكثفا، ينساب في الظلمات ضوءا كلما غمر الحياة تفتحت وتلطفا. الله الله. أسلمت روحي يوم طرت ميمما شطر الحرام، وفي مني ما كفى، فوقفت صوب البيت أنظر ملقيا بصري عليه أجيله مستشرفا، وتوقفت روحي لديه كأنما رغم الزمان لنظرتي فتوقفا، وتجمعت من كل صوب مهجتي وجلى على الآفاق حسي مرهفا، ورأيت وجه الكون يطوى والمدى يرتد نحوي والوجود تألفا. الله عليك. وانهل من شغف هوايا، وأقبلت مني الجوارح خاشعات عكفا، فسبقت خطوي أذهلته مشاعر جلت على رغم الهوى أن توصفا، ما شاء الله. وضممت كل الكون نحوي ادنى مني، فأقبل خافقي متطوفا، فمضى حوالي غمرة من نوره ترنو إلي كما رنوت تعطفا، وأمد عيني سابحا وتلوح لي سرج حبين الحسن حسنا مترفا، وإذا به ارتشف الضمير معينها سقيا جمال كنت عنها مصرفا، وعشقت مني فطرتي وتفتحت كل الرؤى عشقا يجدد ما عفا،
عانقته ظلا وهبت لوحيه مني الحياة وذبت فيه فأورث ما سافرت فيه بحجم روحي مزهرا علي أكون بما عرفت معرفا أعلنت للدنيا المحبة مذهبا وعدته مذلاح لي حتى وفى وعدته مذلاح لي حتى وفى. ما أجملها من مواعدة وما ألطفه ولا أرقه من وفاء الشاعر المميز محمد ياسين العشاب لفض فوك، ودامت هذه الروحانيات العالية تقودك إلى درب سليم أو في درب سليم إلى تحقيق رسالتك المرجوة. لكل شاعر أسلوبه وطريقته يا محمد كما تعلم، لكن الرسالة من المؤكد أنه يجب أن تكون عالية. كلمنا عن الرسالة العالية من وجهة نظرك، كيف تكون هذه الرسالة؟ الشعر هو في حد ذاته رسالة، والرسالة لا تعلو وتسمو إلا عندما تكون مرتبطة بمضمون رفيع عال. وأعظم ما عالجه الشعر العربي في مضمونه العالي هو دفاعه عن قضايا أمته، هو رفعه لشأنها بين الأمم، هو إبرازه لجوانب المجد والعزة في ذاتيتها وفي تاريخها وفي عقيدتها ودينها. عندما يتناول الشعر قضايا عظيمة كقضايا الأمة، قضية فلسطين، قضية ما يجري ويحدث في العالم العربي من تدافع وسعي حثيث نحو بناء المستقبل الأفضل والعزة والكرامة، كذلك أن يتناول قضايا الشخصيات العظيمة في هذه الأمة كشخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أنني أرى أن هذه المعالجة ينبغي أن تظل في نطاق أولا يقدمها في رونقها وفي جماليتها، كما أنه من ناحية أخرى يحافظ على جمال الشعر وعلى عذوبته وعلى لغته وعلى عدم مباشرة الخطاب فيه. أحسنت. فالذي يعيبه علينا دعاة الذاتية أو دعاة حداثة هو مباشرة الخطاب واستعمال العبارات العادية التي يمكن أن يستعاض بالنثر فيها عن الشعر، لأن الشعر لا بد أن يتضمن ذاتية الشاعر وأن يتضمن عالمه الخاص وأن يتضمن التجربة الخاصة بكل شاعر والتي تميزه عن غيره. وإلا فإن كلامه وإن كان مقفا وموزونا على بحور الخليل الفراهيدي فإنه يظل كلاما عاديا. يعني ينبغي أن تتجسد مهارة الشاعر في نقل هذه الرسالة وهذه الصور في صور شاعرية رفيعة وبيان جميل، يعني يتجاوز بنا أظن السلبيتين. يعني السلبية الأولى في مكان في عصور سابقة أسموها بعصور الانحطاط، عندما يغيب المعنى في قلب المحسنات البديعية الثقيلة، أو السلبية الثانية التي يغيب فيها المعنى في قلب الرمزية المبالغ فيها، بحيث يصعب أن ننقل معنى معينا إلى المتلقي الذي يريد أن يقرأ الشعر ليتذوق الجمال. أحسنت. وليحس بذلك الهدف الراقي في الرسالة التي يقصد إليها. جميل جدا. إلى السؤال الجديد الآن أستاذ محمد، شاعرنا المغربي المميز، يعني عن السموين، السمو الروحي والسمو الجسدي، وكذلك عن الارتقاء في المعاني والنقاء بالتعابير، ألا ترى أن مثل هذه القيم ينبغي أن تحضر في القصيدة العربية، لسيما وأنا نعيش حالة من حالات التشويه في هذه الأيام؟ نعم طبعا، بالتأكيد أستاذ مصطفى، الشعر حاليا يعاني هذه الإشكالية، إشكالية الغموض والرمزية المبالغ فيها. لا ننكر بأنها تضفي عليه جمالية إلى حد ما، ولا أنكر أنني أحس بالدهشة عندما أقرأ بعض النصوص الحداثية الجميلة الرائعة التي تغرق في هذه الذاتية. إلا أننا نحتاج إلى أن نصفي هذه اللغة
لتصفو قلوبنا وتصفو اللغة الشعرية إلى مستوى رائق يستطيع أن يجمع بين هذين الأمرين، بين جمالية اللغة وجمالية التعبير وعدم مباشرة الخطاب، حضور ذاتية الشاعر، حضوره بعالمه الخاص فيما ينظم من شعر، ثم أن ننقل إلى المتلقي وإلى الأمة وإلى الذهنية التي نخاطبها صياغة جديدة للقيم. لأن أبا تمام عندما قال ولولا خلال سنها الشعر ما درى بناة العلا من أين تؤتى المكارم، قصد إلى أن الشعر هو الذي يسن القيم. نجد بأن الشعراء في كل عصر وفي كل زمان ومكان سنوا بشعرهم قيما جديدة أو أحيوا أخلاقا جديدة، يعني بحسب اختلاف الأزمان، كانوا قادة رأي وفكر، نعم، وبحسب اختلاف الفلسفات. وأؤكد بأن هذا لا ينفي الملاحظة المقدمة عن جمالية الخطاب وعدم المباشرة، لا سيما وأن أولا الوعي العام والوضع الذي تحياه أمتنا ويحتاج إلى هذا الدور. يعني في بعض الأحيان ما الذي يحدو بنا إلى أن نغلق النطاق على الشعر حتى لا يكون المتلقي له إلا متلقيا يتميز بشروط معينة في الفهم وفي الذوق وفي التعرف على نوعية هذا الخطاب، أو أن تكون الفئة التي تستفيد من هذا الخطاب فئة ضيقة النطاق. أظن بأنه ينبغي أن نرتقي بالشعر إلى أكثر. نعم، الشعر منها أكبر من ذلك كله. يستحق منا أكبر من هذا. نعم، إلى قصيدة جديدة الآن أستاذ محمد، كلنا شوق إلى جديدك، ماذا ستقرأ علينا في هذه الفقرة قبل أن نذهب إلى فاصل؟ تفضل، إلى قصيدة جديدة. في هذا الباب، يعني في منحة الرسالية والهدف، تفضل. أختار أبياتا من قصيدة مهداة لزهرة شباب هذه الأمة الذي يفدي بروحه أرضه ويؤثر بعزته وكرامته كل شيء في فلسطين، في أرض الشام، في كل بلاد تنشد الحرية والكرامة. تفضل. أقول: أزف الفجر، أزف الفجر وذل المطلب، وجل عنا وزال الغيهب، وأنارت عزة الشام المدى بشباب عزهم لا يسلب، صمدوا ليلا طويلا فانجلى عنه صبح دائم لا يذهب، بذلوا الأرواح جادوا بالدماء فاستطابوا بذلها، واستعذبوا بذلوا الأرواح جادوا بالدماء فاستطابوا بذلها، واستعذبوا رفعوا راياتهم لم يفزعوا من رصاص وابل أو يرهبوا، ومنال المجد صبر دائم هو دأب المهتدي والمذهب. عظيم. وضياء الله لا يهدى لمن رضي الظلم ومن لا يغضب. وضياء الله لا يهدى لمن رضي الظلم ومن لا يغضب. عظيم يا محمد. أزف الفجر فهل يهدي السنا أملا يحيي وغيثا يعذب، وجل الليل فأنا يهتدي موكب الغدر ويحيى الموكب. يا شباب النور أنتم للورى سرج تهدي ومجد يطلب، فأفيضوا عزكم يسمو بنا، إن شمس العز ليست تغرب. عظيم الله. وشعاع الحق حسن لامع ونوال فائض لا ينضب، كم رأينا من جمال حولنا ولبسنا من جلال يوهب، فبنينا من جمال مجدنا وغدونا من جلال نرهب،
وهزمنا بثبات خصمنا فغدونا بعده لا نغلب، وسرينا في ضياء لامع وسروا في عتمة لا تركب، ونشدنا في يقين قصدنا وظللنا في ثبات نرقب، واصطبرنا صبر حر عازم ليس عن نيل المعالي يحجب، وكتبنا بدمانا جملة إن بعد الليل صبحا يعقب. عظيم. وصنعنا في حمانا عزة في جبين الدهر دوما تكتب، ورفعنا هامنا فوق الذرى من حنينا لظلوم يكذب، فأبى الله لنا إلا العلا وأبى إلا علاهم يقلب. ليس منا غافل عن حقه لا ولا فينا غرير يلعب، صدقنا بركان عزم هائر ودعانا نهر حق تلهب، ما نقضنا عهدنا كلا وما غرنا حشد غوي يصخب، أفمن جادوا بروح كالأولى خفضوا الهام لزيف يخلب، قد عرفنا من صديق صادق وعدو في ثرانا يغصب. يا شباب النور ما شيء غدا في الدنيا طرا عليكم يصعب، لسناكم يا مصابيح الدجى وقفت كل البرية تعجب، وقفت كل البرية تعجب. وحق لنا أن نعجب من إلقائك العذب وأدائك الجميل ومن فكرك العالي شعرا ومسؤولية وأثرا لا يمحي. أستاذ محمد، قبل أن نواصل هذا النقاش العذب وهذه القصائد المتألقة سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا أعزائنا المشاهدين لا تذهبوا بعيد. مشاهدينا الكرام نرحب بكم من جديد، ولمن التحق بنا في هذه الأثناء معنا من طنجة في المغرب العربي الشاعر المميز رسالة وهدفا وإلقاء ولغة شاعر الأستاذ محمد ياسين العشاب. أهلا بك مجددا أستاذ محمد. أكثر ما يخيفك على واقع ومستقبل اللغة العربية وكذلك الشعر، حدثنا عن أبرز هذه المخاوف. أظن أستاذ مطر لن أبالغ فأتحدث عن الخوف كصفة في النفس الإنسانية أو كمؤثر نفسي. لا. فاللغة العربية لا خوف عليها، ربما يكون هناك خوف على الشعر في حدود ما. بالنسبة للغة العربية هناك إشكالان يعني كبيران جدا. إشكال أولا بعض الإهمال الذي تعانيه في عقر دارها من أبنائها المفروض أنهم ناطقون بها، أو من الجانب الثاني إشكال الحرب الكونية الموجهة ضد اللغة العربية كلغة رائدة، كلغة علم وثقافة ومعرفة، كلغة إبداع. يعني لا أقصد فقط الإبداع الأدبي ولكن أيضا إبداع في الجانب العلمي. أظن بأن اللغة العربية هي بخير وتحتاج فقط إلى اهتمام وإلى كذلك بعض المجهود الذي ينبغي أن يبذله أبناء هذه اللغة
لا ينسبوا كل الخلل أو كل الإشكال إلى مؤامرات خارجية أو إلى إشكالات مخالفة لمنظورهم الداخلي في نظرتهم الخاصة لهذه اللغة. هناك مهام يجب أن يطلع أصحابها بها وأن يقفوا على حدودها. نعم، أولها في نظري مراجعة طريقة تدريس النحو العربي واللغة العربية. أحسنت، هذه معلومة جدا مهمة ومفيدة وخطيرة. نعم، لا بد من إعادة النظر في نحو العربي. لا يمكن أن نعتمد على ما سطره لنا العباقرة من أجدادنا النحات. وكذلك طريقة تدريس النحو العربي أيضا يا محمد، الخروج من قوالبية التدريس إلى إبداعية التدريس بحيث يبسط هذا العلم أمام المتلقين، أليس كذلك؟ نعم طبعا أستاذ مطر، لأن اللغات الأجنبية تدرس بطريقة تحبب القلوب وترغب المتلقين فيها، بينما اللغة العربية ما زالت تعاني من إعادة التكرار النفسي الأسلوب الذي تم به تدريس النحو العربي وبعض طرائق التدريس المستهلكة والقديمة والتي أكل الدهر عليها وشرب. أما بالنسبة للطرائق فهذه مشكلة أخرى. أحسنت، اللغة تفضل. اللغة يجب أن يستوعبها المتلقي أولا، يستوعبها من خلال الجمالية التي تؤديها. عندما يقرأ المتلقي في بداية الأمر نصوصا جمالية كالشعر مثلا، الشعر العربي الذي هو في متناول الفهم، وعندما يستمع إلى اللغة في مواضيع وفي أمور تحببه فيها، هو أصلا يتمكن منها بسجيته وفطرته. أحسنت يا محمد. لأن أجدادنا قبل أن يتمكنوا من النحو وقبل أن يكون هناك نحو أو قواعد للغة العربية، أحسنت، هم يعرفون على أي أرضية يقفون. يجب أن نعلم النشء أنهم يقفون على أرضية صحيحة قبل أن نعلمهم القواعد، من غير أن يفهموا لماذا يتعلمونها. جميل جدا حتى يا محمد. إن لا يدركون العلاقة بين اللغة أصلا العربية وبين ما يتعلمونه من شبه طلاسم لا يدركون معناها، إضافة إلى مشاكل نفسية التي يعاني منها بعض أساتذة اللغة العربية الذين يعجبهم. هذا موضوع طويل، إذا أردنا أن نفرد له مساحات زمنية شاسعة واسعة لن ننتهي منه. ما رأيك أن نعود إلى الشعر مجددا ودعنا من المدرسين المعقدين كما وصفته؟ نعم تفضل إلى الشعر من جديد يا محمد. أنا أعتقد بأن الشعر هو أيضا في حالة جيدة. نعم. فخصوصا يعني في الفترة الراهنة، يعني هناك فئة واسعة من الشباب من مواليد التسعينيات وما بعدها، يعني يمارسون كتابة الشعر بأسلوب جيد رائع. أحسنت. هناك عودة إلى اعتماد العمود. صحيح. ولكن في ظل تجديد رائع، يعني النصوص العمودية لم تعد تكتب بنفس اللغة وبنفس التصوير الفني الذي كانت تكتب به النصوص في فقط قبل التسعينيات، بل هناك نصوص الآن لا تكاد تميزها عن النصوص الحداثية. لكن هذا يدخل في باب التجديد ولا يسمى خروجا. لا أبدا. أحسنت. لا يوجد هناك. سمعنا شيئا من هذا الذي لا يسمى خروجا يا محمد. نحن غيارة على اللغة مثلك أو مثلك تماما، ونعي جيدا أنك حريص كل الحرص على الشعر، ولكننا أيضا حريصون على وقتنا في هذا البرنامج، لذلك بكل طمع أقول لك أريد أن أسمع منك قصيدة جديدة، وكذلك السادة المشاهدون يرغبون بذلك ولا شك في هذا. تفضل يا محمد. أقرأ لك نصا، لكنني لا أزعم بأنني قد ساهمت بهذا النص أو بغيره في هذه الجمهور الذي يحكم لا أنت. نعم. تفضل. أنا أعتقد بأن الشاعر أهم ما لا تجحد نفسك حقها يا محمد. أظن بأن أهم ما ينبغي على الشاعر هو أن تكون له ذاتية وبصمة خاصة به فيما يكتب. تفضل. وألا نسيت في نصوصه تكرارا. نعم، أقرأ لك نصا هو في سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، لكنه على أين؟ لأنه مغاير للنصوص المديحية المعروفة. تفضل. أظن سدرة النور دنا إلي فرقت مهجتي وسجى، خلعت روحي فأسرى بي إليه دجى برقا
ألوح له ما بين أسئلة حيرة ونفس تداري ما بها حرجا ونسمة عبرت جرحي، أذبت لها ما كان في خاطري من قبل معتلجة تجردت فأجابت صبوتي ورنت إلي عذراء طهرا تنفث الأرجا. أكان طيفا وكنت العشق في يده أم كان وحي خيال هل فانتسجا؟ وكنت في عتمة الأزمان بعد صدى يبدد الصمت يستجدي له فرجا يرجو الضياء، وكانت دونه سدف وكنت أنظر ماذا يحجب السرجا. والوجد بحر طوال فاحتجبت به عن الوجود، وبحر الليل فانمرج بحران من لوعتي كل يراودني عن نفسه وضمير إن نجوت نجا. يممت قلبي نجاتي، يممت قلبي نجاتي فأنجلت قبسا يصد نحو فؤادي حوله اللججا. يطوي الزمان بفجر في معيته أهدى النبيون من آلامهم فرجا. لملمت أشلاء روحي حولهم، لملمت أشلاء روحي حولهم عبرا، ووحده كان يمحو حولي الدلجا. الله عليك. يلوح باللطف نحوي والندى ويد تحنو وطلعة حسن تخلب المهجا. سام مهيب لواء الحق في يده وكان في ظله التاريخ قد وهجا. يتلوه ألف نبي والورى أمما لم تتخذ دونه قصدا ومنتهجا. والرسل من كل أفق وهو منفرد يمشي بلين يشق الصبح منبلجا. وقفت وسط غمار الشوق أنشده أهد عني جدار الدهر والحجج. أشد أزري برفق منه علمني كيف المحبة أستغني بها نهجا. الله عليك، عظيم يا محمد. عقدان من عمر الدنيا ولو رغبت عنك القلوب لصد الكون وانزعجا. ولو جفوت وأشباح الدنا وثبت عليك ما ست من أصلابهم سرجا. علمتهم فأزاحوا الأمس واستبقوا ليسكنوا من جراح الخلق ما اختلجا. لينطق الحق أن الرسل ما بعثوا لقتل نفس ولا كنا بهم همجا. يا لوعة الأمس ذكرى ألهبت خلدي فتشت عني وكلي عندك اندمجا. من أول الحبر هذا بعض مرتجل أفناه سيل المعاني فانزوى حرجا. أقف عند هذا القدر حتى لا أطيل. لا بأس، لك أن تكمل إن لم يكن هناك إلا أبيات محدودة مثلا. أكمل النص. هذه الأربعة. لا بأس، لك أن تكمل إذا. من أول الحبر هذا بعض مرتجل أفناه سيل المعاني فانزوى حرجا. ما الأبجدية إلا أحرف ودمي كذلك الحبر لما يرتفع درجا. ما بين مكة والغراء
كل لغتي ما بين أيامها لم ألف منزعجا، فتشت عني وإذ بي بين أربعها أستلهم النور أستوحي له بلجا. صلى عليك الذي سواك من رشد من يتبعه ورب العالمين نجا من يتبعه ورب العالمين نجا. ما أجمله من يقين بنجاة من يتبع هدي سيد المرسلين. أحسنت شعرا ورسالة ومقصدا وكذلك إلقاء يا محمد. لو قدر لك أن تجد الشعراء مجتمعين على صعيد واحد أمامك ومطلوب منك أن تنصح لهم جميعا نصحا، ماذا كان سيقول محمد العشاء؟ أقول لهم إن الشعر هو رسالة عظيمة، وأنتم قد تم اصطفاؤكم لهذا الأمر. عندما تجد في نفسك وفي شعورك قدرة على التعبير، ثم تجتمع تلك القدرة مع لغة في مستوى عال وتراكيب مميزة وقدرة ذهنية على صياغة تلك التراكيب واستحضار المعاجم التي الغنية التي تحتويها اللغة العربية والعبارات الرائقة في اللغة العربية التي تجمعت في ذهنك مما قرأت ومما حفظت ومما علمت، واستطعت أن تصوغ كل ذلك في قالب جمالي تؤدي به معنى تبلغه، فإنك قد أصبحت من المختارين من الذين تم اصطفاؤهم لهذا الأمر. فعليك أن تحس بحجم الرسالة وبحجم ما اختارك الله سبحانه وتعالى له، فاختر ما تكتب وتعامل بجدية مع هذا الأمر، لأنك أصبحت رسولا. أحسنت. الرسول والنبي كالشاعر. أحسنت يا محمد. اصطفاهما الخالق وبلغهما رسالة، وأما الشاعر فكذلك لا شك أنه أيضا مصطفى لتبليغ هذه الرسالة، كما هو شأن العالم وشأن الكاتب وشأن كل من تميز بشيء يقدمه لأمته ولهذا العالم بأسره. أحسنت أحسنت أستاذ محمد. نطمع إلى قصيدة الآن، شيء من الشعر قبل أن نذهب إلى ربما آخر الأسئلة، وبعده وإن تبقى وقت نختم بأبيات قصيرة. إلى قصيدة جديدة، تفضل أستاذ محمد. مطر، يعني أختار لكم نصا نعود به إلى الغمرة جمالية الروح. تفضل. والتأمل. كلنا شوق. المجداني. القصيدة من بحر المجيد الذي طالما يهجره الشعراء ولا يتناولونه إلا قليلا. تسابيح الروح. أي شوق في ما رفق وخيال شفني أرقا، هتفت روحي به وأشهدت لحن عشق زادها حرقا. هذه الأحجار قد نطقت وجماد البعد ما نطق، وهو الأرواح لا عجب لحبيب عنه مفترقا. ليت هذا الوجد أنصفني، ليت هذا الوجد أنصفني، ليت داعي الفجر قد صدق. يا نسيم الوادي من إضم، يا بريق الغور قد برق. من لعان قد هوى فهوى وأسير طيفه عشقا. من لعان قد هوى فهوى وأسير طيفه عشقا، مغرم هامت جوارحه في معاني الحب فاحترق. الله. وفؤاد زاد غربته بين أحباب وشوق لقى. دمعتي في طيبة سفحت ودموع بعدها فرقا. يا لروح قد سرت سحرا
وارتوت من عذبه غدقا، وجرت مني كفيض ندى زانه الإيقان، فاندفق سلسبيلا منه منفجرا، كل قلب من نداه سقى، وعيونا بالمنى بجست وسلاما جادا، وانبثق رحمة من رحمة نزلت، حسنت نزلا ومرتفقا، نسجت من نسج منتسج نسجته الروح فاتلقا، ومقام النور جل دم لم يزده العشق غير تقى. الله. ومعاني الوصل كل هوى سره في القلب قد خفقا، كلما هب النسيم سرى منه نفح في الحشا عبقا، وربيع الروح إن طلعت شمسه بالحب قد طفقا، فإذا ما ذاب من وهج زاده من لفحه ألقا. عظيم. وجلى فيه الجلال به جاد من معناه وانطلق، وجمال ليس يعدله من جمال في الدنا برقا، كل من أحياه رق له كنسيم هز غصن نقى، وسراج الهدي حجته في دياجي عالم غرقا، في دياجي عالم غرقا، وفؤادي لم يزل لهجا بضياء الله قد قلقا، كعبة الله لنا حرم منه سار الفجر وانطلقا، منه سار الفجر وانطلقا، لذرى القدس بها حرم حل فيه الصبح وانفلقا، أي قدس أي قدس إن بدا ألما ما سوى أحزانه انتشقا. الله الله. أي قدس أي قدس إن جلى حرما، أي قدس إن جلى حرما في عيون الناس قد سرقا، ليت شعري ليت شعري والنفوس أسا كل يوم والحياة شقا، وضمير الكون محض هوى لم يزل في الأرض معتنقا، ويح نفس بالهوى سلبت، ويح قلب بالأسى رشقا، ربي ربي هذا النور فاهد به أمة تاقت لفجر لقاء، إن تذب منه القلوب هدى لم تسم من بعده رهقا، كالندى يسري كالندى يسري إذا طلعت برجال فضلهم سبقا، راقبوا الله فطهرهم وحباهم من لدنه تقى، ما لقلبي ما لقلبي إذ يحن إلى سر حسن عنه ما افترقا، وحبيب في الضلوع له شجن أضحى له خلقا، أي شوق في ما رفقا، وخيال شفني أرقا، وخيال شفني أرقا. ما أجمل هذا النص الذي يؤسس لفكرة التشبث بالهوية، التشبث بالموروث، التمسك بكل ما يثبت أننا أمة واحدة لا تقبل التفريط بكتاب الله ولا نهج نبيه. وصلنا إلى الختام أستاذ محمد ياسين العشاب، أشكرك جزيل الشكر على تشريفك لنا في بيت القصيد. ولكم كذلك جزيل الشكر وجزيل الثناء، وكان لي شرف هذا اللقاء الماتع الرائع. الأكثر سعادة بتشريفك لنا. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في الأسبوع القادم يتجدد لقاؤنا رفقة شاعر آخر. دائما كونوا في رعاية الله. إلى اللقاء.